الليلة من شدة ما نحن في السودان بقي في قطاعات مننا ما سعيدة أنها تكون سودانية. ده يبقوا حاجة تانية، ده يبقوا حاجة تانية. في الدارين يبقوا عرب، وفي الدارين يبقوا. النتيجة إنه الناس ما سعيدة بأن هي يا ها هي دي. البنات اللي بيستعملوا الكريمات وكده، لكن وصلت المرحلة أكثر من ده. شفت البنات بيتكلموا كيف؟ أنا بدرس في الجامعات السودانية. البيت إذا قدرت أقول لك ناظم، ما بقول لك ناظم، نازم. بالتالي اتخيل ده كله بيحصل، المسخرة دي بتحصل قدام عيوننا، ولا يوجد من ينتقدك. كيف؟ لأنه ليس لدينا مسرح، بمعنى ليس لدينا إبداع درامي. لو كان في حرية كان في مسرحيات جات، لو كان عندنا الليلة في إبداع وفي مسرح وفي إنتاج درامي كان اتمسخر لنا. كنا أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا قاعدين في البيت يضحكوا، وما في واحدة بتتجرأ ثاني يوم تعمل كده وتتكلم بالكلام الفارغ بتاعها. وبالتالي لما احنا ندعو للحرية بندعو للحرية ليش؟ لتشكيل مواقف كهذه. لما احنا نقول نحن أفارقة سود، بنقصد انه نبطل قصة الحاصل في القنوات بتاعتنا. تساءلوا ليه كلهم لونهم أبيض؟ واحد مدير قناة تلفزيونية قال والله بيجيبوا سود بعد شوية بيض. ده كله الناس اللي ما سعيدين بنفسهم. لما نقول السودان ده هو أرض السود، وأي زول سوداني ما أسود يفتش له برد البيض يعيش، ده موقف كبير جدا، بغير السلوك بغير برامج ذاتها. بالتالي مسألة المهمشين إثنية دي ما بتكون موجودة. إسمي همنو، إحنا كلنا أفارقة سود، وده مصدر عزتنا وفخرنا. فإذا كان في تيار زي ده انتشر على مستوى المجتمع، بيبقى بيخلق حاجات كثيرة جدا على مستوى البرامج اللي انت سألت، على مستوى العلاقات العاطفية بين الأولاد والبنات. ما زالت هذه العلاقات محكومة بالفواصل الإثنية الوهمية، إنه في ناس أفارقة وفي ناس عرب في السودان وفي شنو، والتقسيمات دي ده ما زال موجود. لكن لما يتم توطين أننا جميعا أفارقة سود، أننا جميعا أفارقة سود، والفاكر نفسه غير كده يمشي يشوف بلد البيض يعيش، وأن السودان ده ظل منذ فجر التاريخ اسم السودان مرتبط الاسم بالسواد، مما كان اسمه كرما إلى كوش إلى إثيوبيا إلى نوبيا كلها مرتبطة بالسواد. بالتالي نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، إنه يعني زي ما بقول أخونا عبد الفكي، إنه نسبنا الحضاري وين؟ نسبنا الحضاري في أفريقيا، والتحدث بالعربية. عشان كده أنا بتكلم عن عربوفون، الشعوب العربفونية التي ناطقة بالعربية، زي ما في شعوب فرانكوفونية ناطقة بالفرنسية، وشعوب أنجلوفونية ناطقة بالإنجليزية. نحن شعوب عربفونية، وليس هذا. فأنا لا أؤمن بأن هناك أمة عربية من أصلها، ده وهم. شوف الأمة لما تركب قطر الوهم ما بتصل. شوف أنت لما تكون أفريقي أسود وما عجبك أفريقي أسود دي، حتجد الناس الآخرين اللي تعز تنتمي لهم هيخدوها في كيان دار تبقى شنو. ما إحنا فارغ صوت، هل دي حقيقة؟ وإنت لما تقول قصة نخوص سوداني وبس، دي ده هروب، لأن الناس ما راضية بأفريقيا، لكن عرفت إنه العرب ما دايرهم. وهم بارك الفاضل ده يعتبر من بينتمي إلى السادة يعني في السودان. وشفتوا الفلسطينيين قالوا فيه شو نظروا له كيف. وبالتالي قصة نحن ما فارق، نحن فارق سود. أنا قبل يومين كان في أستاذنا وصديقنا دكتور رونوك الرشيدي عنده محاضرة في لندن، مجموعة من الأصدقاء من ناحية بتاعت لون، كنا أسود ناس هناك نحن وسط الجامايكنز كده، كنا أسود ناس ما في نقاش، لأن نمشي وين نحن يعني ها. لكن لما نبقى إحنا فارق سود ونتصالح مع ده، بيبقى بعد ما في أساس أنا أميز نفسي عرقيا على الجنوبي، أميز نفسي عرقيا على الفراوي، أميز نفسي عرقيا على بتاع جبال النوبة، ما في أساس زي ده. وما في حل لنا غير ما نعترف، والما داري يعترف بيدي والما داري يقول اللي بيفتكر إنه هو سوداني لكن ما أسود، يراجع كلمة سوداني. سوداني معناه أسود، وزي ما قلت لك اسم السودان ده عبر الخمسة ألف سنة ستة ألف سنة لم يتغير، بس كان الاسم بيترجم من لغة إلى لغة من لغة إلى لغة. فإذا أنت كنت ما راضي بأسود، وريني أنت شنو، والمقعدك في بلد السود شنو،
دي السودان بلد السود، كلنا سود. نيلسون مانديلا قليلين شافوا نيلسون مانديلا من السودان. انا واز فيري فورشنت انا شفته. لو جه في الخرطوم حيكون من زي النقاده بتوعهم دروا. من غير ما اجيب لك اوباما ولا كونداليزا رايس. وبالتالي اللون الاسود ما هو اللون الاسود الفحمي بتاع اخوني في الدنكا. لا لا لا، اللون الاسود الفحمي، اللون الاسود هو بيبدا من الفحمي يتدرج يتدرج يتدرج. الناس استغربوا لما كولين باول جاء في دارفور وقال وزير الدفاع اسود وينو السواد؟ حلبي عديل. وبعدين الاسود ما لون، الليل في حركه البان افريكانيزم في ناس عرقيا بيض، لكن تحولت حركه النضال من اجل السود لانه لا توجد امه، لا توجد امه في البشريه تعرضت لما تعرض له السود في افريقيا وما زالوا يتعرضون له. وبالتالي النضال من اجله ومن حقوقه هو مسعى سامي. ده الواقع. بس الظلم ده يعترف به. وده اللي بيحل مشاكلنا. ده اللي بيخلي بيت لونه في معاييرنا نحن صفراء وبيت لونه سمراء وبيت لونه مش فحم، كلهم ينظروا لنفسهم انهم هم دسيم. دسيم، وريني الطريقه الثانيه بتحققها كيف انت. نحن السودانيين، كلمه سودانيين دي ذاتها هاربين منا الناس. ولا تنسى انه لما قالوا يعملوا يسموا البلد السودان في ناس رفضوا بموجب، ولا يوم الليل في ناس بيسعوا لتغيير الاسم ده لانه كلمه السودان دي شنو يا اخي؟ قالوا سموها الفونج. قلت لهم سموها الفونج ليه؟ سموها الفونج ليه؟ الفونج ده ما اسميه، ما سموها اسم الدوله اللي الفونج سموها. الفونج سموها السلطنه الزرقاء، والزرقاء ده ما البلو، الزرقاء هي السوداء. وبالتالي في الوعي بتاع الهويه اللون اساسي. ومن لم يتصالح مع كونه اسود دول لا يرجى منه. والشايف نفسه ما اسود يمشي يشوف بلد البيض او بلد الحمر او الخضر او اي لون يعيش معاهم. بس البلد اسمه السودان، بلد السود عبر التاريخ. ده الحاصل. دي لو ما قلناه عديل واتصالحنا معاه ما بنحل المشكله. ودي فصلت الجنوب، ودي فصلت حتفصل دارفور وحتفصل جبال نو، ده كله. وده هو العقل الطائفي، ده العقل الطائفي. ودول هم نفس الطائفيه اللي رفضوا تحرير الرقيق لما صدر القرار بعد الاستعمار. ودول هم نفس الطائفيين والخاضعين للعقل الطائفي الذين كتبوا مستنكرين انه علي عبد اللطيف يخاطب المستعمر في انه يد السودانيين استغلاله. وهو اول من استخدم كلمه الامه، الامه السودانيه. فبالتالي التخفي وراء بس نبقى سودانيين دي ما بتحل. ده معناه الناس ما بيديك وما بعقديش. ما في عروبه هنا، احنا عرب فونيين. والليله نيجي لي كلها بتتكلم انجليزي. هل ظهرت بيناتهم مشكله؟ لانه بيقولوا انجليز. الكاميرون بيتكلم انجليزي وفرنساوي. ايه يعني؟ وهكذا. بالتالي نحن شعوب عرب فونيه. نحن وصلنا درجة من مسخ الهوية، زرعنا في شوارعنا نخيل عشان شوارعنا تقوى زي شوارع الخليج. أراضيهم ما بتقوم غير النخيل. لو كان بتقوم المهوغني والنيم كانوا زرعوها. وصلنا درجة نغير العملة للدينار، وصلنا درجة نغير الساعة بتاعتنا نقدمها عشان نبقى زي زمنهم، عشان زمننا يبقى زي زمن مكة. وصلنا هذا المسخ، هذا المسخ. هذا الانبراش اللي شايفينه، الانبراش. وبالتالي دي حاجه خطره جدا. من يظن بان سؤال الهويه في السودان سؤال ما اساسي، هو عنده مشكله هويه، عنده ازمه بتاعت هويه. اعرف نفسك، لا تعرف الاخرين فحسب، بل تعرف وجودك كله وتعرف العالم كله. افريقيا لديها ثلاثه اعلام، علم الوحده وهو من اللون الاخضر والاحمر والاسود، وعلم الحريه هو علم اثيوبيا الاخضر والاصفر والاحمر لانها لم تستعمر ابدا، ثم هناك علم الاستقلال في افريقيا وهو علم السودان القديم لانه اول دوله جنوب الصحراء، لما نقول جنوب الصحراء هي افريقيا السوداء، اول دوله جنوب الصحراء تنال استقلالها. هذا العالم الجميل الانيق
استبدلوه بعلم قائم على أبيات شعر قال شاعر من العصر العباسي الثالث ولا الثاني: خضر مرابعنا بيضنا أيادينا وشنو سود مواقعنا. يعني شوف تعيير السواد على الدول العربية كلها قائمة على هذا العلم، غيروا العلم وليوم الليلة ما دايرين يرجعوا العلم ده. نفتكر المفروض الناس يرجعوا العلم ده،